السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم أصدقائي في هذا اللقاء الجديد. اليوم نتعرف سوية على طريقة تخصيص زر البيكسبي حتى يفتح تطبيق آخر أو تطبيقات أخرى. بالمعتاد زر البيكسبي مخصص فقط لفتح المساعد الصوتي أو البيكسبي، هو من شركة سامسونج، لكن بعد التحديث الأخير صار بالإمكان أن نخصص المفتاح لفتح تطبيق آخر بالإضافة إلى تطبيق البيكسبي. وكالتالي نذهب إلى الضبط وننزل إلى الميزات المتقدمة أو الأدفانس فيتشر ونختار مفتاح البيكسبي. الآن صار بالإمكان أنه بضغطة واحدة يفتح البيكسبي أو بضغطتين يفتح البيكسبي مع إضافة تطبيق آخر. يعني الآن أنا مخلي الضغط مرتين فتح بيكسبي، وضغط مرة واحدة فتح مثلا تطبيق الحاسبة، أو تقدر تغير التطبيق من إشارة الضبط. فالآن تقدر بكل بساطة أن تخصص مفتاح البيكسبي بضغط مرة واحدة ليفتح تطبيق، أو ضغط مرتين ليفتح تطبيق، ومع ذلك التطبيق يكون البيكسبي أيضا موجود. يعني البيكسبي ما تقدر تلغيه بصورة كاملة، لابد من وجوده، لكن هذه المرة أضافت سامسونج ميزة أنه الآن تستطيع أن تخصص تطبيق مع البيكسبي، فيكون سهل بالوصول إليه مباشرة من خلال زر البيكسبي. إذن إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة، وألتقي بكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى. إلى اللقاء.